محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم أيها المؤمنون، يغفر الله لنا ولكم. قال محمد بن الحنفية: فبينما نحن ليلة 20 من شهر رمضان عند أبي علي عليه السلام، وقد سرى السم في جميع بدنه الشريف، وكان تلك الليلة يصلي من جلوس وهو يعزينا على نفسه ويوصينا بما هو أهله من أفعال الخيرات واجتناب الشرور، ويكثر من ذكر الله تعالى وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أصبحنا أقبل الناس يعودونه ويسلمون عليه، فيرد عليهم وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. قال الحسن عليه السلام: فقلت: سلوه قبل أن تفقدوه وخففوا سؤالكم عنه. فما زالوا يسألونه عما يريدون، وهو عليه السلام يجيبهم ويعلمهم كثيرا من الأحكام، ويبين لهم مسائل أصول الدين والإسلام، ويوعظهم بما يجرهم من ارتكاب الآثام. قال: وكان ابن عباس حاضرا عنده. قال: وفي نفسي أن أسأله عن 70 مسألة وأنا مشفق عليه لما رأى ما به، فما شعرت به إلا وقد قال لي: يا ابن العم، عندك مسائل تريد أن تسألني عنها؟ قلت: نعم. فاحتوى علي منها في نفسي وشرح لي عن كل مسألة مسألة، ثم قال: أثنوا لي الوسادة. فثنيت له فقال: الحمد لله قدره متبعين أمره كما أحب، ولا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، كما انتسب: أيها الناس، كل امرئ لاق لاق ما يفر منه من في فراره الأجل، مساق النفس والهرب منه موافاته، كما أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا أخفاه. هيهات عن من مكنون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله، ولا تضيعوا ولا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، وحملوا كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة، ربي رحيم وإمام ودين عليم قويم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم. غفر الله لي